أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. سحب الوسيط الأممي إلى سوريا ستيفن ديمستورا مبادرته المتعلقة بآلية التشاور حول الدستور السوري مؤقتاً لإجراء تعديلات عليها وإعادة صياغتها لطرحها مجدداً على طرفي التفاوض. جاء هذا في الوقت الذي تواصلت فيه في جنيف لليوم الثاني على التوالي أحداث المفاوضات السورية. قتل عدة أشخاص وجرح آخرون إثر قصف لقوات الأسد استهدف مدينة حرستة في ريف دمشق الشرقي. وقال متحدث الدفاع المدني إن قوات الأسد قصفت بقذائف الهاون الأراضي الزراعية في محيط حرستة ومواقع في مدينتي حمورية ودومة في الغوطة الشرقية. أعلنت قوات مكافحة الإرهاب العراقية أنها حررت حي الرفاعي في الساحل الأيمن لمدينة الموصل تماماً بعد معارك مع أفراد داعش هناك. وتواصل القوات العراقية التقدم نحو آخر معقل لداعش في مدينة الموصل في وقت كثف فيه أفراد التنظيم من هجماتهم المضادة عبر السيارات المفخخة. أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة، وستحمل الشركة الجديدة التي أعلن عنها اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية. ويتمثل الهدف الاستراتيجي للشركة في الوصول إلى 25 شركة صناعات عسكرية عالمية مع حلول عام 2030. عقد وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا في العاصمة السعودية الرياض. وقال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة إن الاجتماع يبحث التحضير لقمة قادة دول المجلس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى السعودية، مشيرا إلى أن لقاءات الرياض تجسد الدور المحوري الذي تقوم به دول مجلس التعاون لتثبيت السلم والاستقرار الدولي. بات ريال مدريد على بعد نقطة واحدة من لقبه الأول من مسابقة الليغا الإسبانية منذ عام 2012 بعد فوزه العريض على مضيفه سيلتا فيغو بأربعة أهداف لهدف في مباراة مؤجلة من المرحلة 21. فوز استعاد به ريال مدريد صدارته في الترتيب رافعا رصيده إلى 90 نقطة بفارق 3 نقاط على غريمه التقليدي برشلونة. ويحتاج الريال إلى نقطة واحدة من مباراته يوم الأحد المقبل في الجولة الأخيرة التي يحل فيها ضيفا على ملقى. نهاية الموجز، إلى اللقاء.